شكرا سيد الوزير على هذه الأرقام وهذه التوضيحات بخصوص التكوين ديال السجناء. أكيد أنه كما قال الكاتب المشهور فيكتور هوغو بأنه من يفتح باب مدرسة يقفل باب السجن، وهذا ما زاد أن أكد عليه السيد وزير العدل خلال هذه الجلسة من خلال قوله بأن السجون ليست محلا للعقاب والزجر فقط، ولكن أيضا هي محلا للإصلاح والتهذيب والتكوين لكي نتفادى ظاهرة العود التي نعاني منها كثيرا في المغرب، وبأنه واحد العدد ديال السجناء اللي كيستافدوا من الحرية بعد قضائهم لعقوبتهم السجنية، إلا أننا كنطيحوا دائما في عقوبة العود ولكن في حالة العود، وهذا ما يجب أن نتفاداه من خلال هذه البرامج ديال التكوين والإدماج. سيد الوزير، المغرب خطى خطوات متقدمة جدا وأصبح من أحد يعني النماذج على المستوى الدولي، وهذا بفضل سياسة جلالة الملك وتوجيهات ديالو السامية، وأيضا من خلال الإصلاح العميق اللي عرفته المندوبية العامة لإدارة السجون وفتحها لواحد العدد ديال البرامج في إطار التكوين والإصلاح وإعادة الإدماج. وأيضا لا يفوتني أن أحيي أيضا مؤسسة محمد السادس وكل يعني الحارسين عليها لإعادة إدماج السجناء. في نفس الموضوع السيد الوزير، نحن نطالبكم السيد الوزير بأنه هاد المستفيدين من التكوين ومن إعادة الإدماج يجب يعني تتبع ديال هاد الحالات بعد استفادتها من الحرية، حتى يعني نتفادى واحد العدد ديال العراقيل والمشاكل اللي كيلقاوها بعد استفادتهم من الحرية، مثلا من خلال يعني إعادة الاعتبار وتسجيل ديالهم والاستفادة ديالهم أيضا من الوظائف ومن العمل كيعرفوا واحد العدد العراقيل. كما لا يفوتنا أن نحيي وننوه بالدور الذي يقوم به العاملين وموظفي وأطر إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون، اللي هو دور مهم جدا واللي أيضا نطالبكم السيد الوزير.